في أحد الأيام التي لن أنساها ما حييت، الوالد الله يرحمه تعب وكان عمره حدود 38 سنة، فدخل المستشفى وكنا نجلس عنده أنا وأخوي فؤاد، وكنا صغار يعني، فأنا في الكفاءة هو أقل تقريبا، فلم نستطع مواجهته ومريض ومشاهدته ومريض، فالله يرحمه لم يكن لديه أخوان يعني، كان وحيد ويتيم وأقارب طبعا ما من بعيد يعني ما في، فكان اللي نام عنده في المستشفى أنا وأخوي، بعدين ما عاد قدرنا نتحمل لأنه صغار، فأصبح اللي يجلس عنده موظفين عندنا، والوالد الله يرحمه يعاملهم كأبنائه وهم من اليمن، اثنين كانوا يتناوبون، وكنا سعيدين جدا في زيارته دائما لأن كان المستشفى قريب لما البيت، وكنا متأملين، وهو كان يسولف علي الله يرحمه أنا وأخوي فؤاد بنعمل بنصلح بنزين. فعند رجع البيت لاحظ الوالدة دائما تدعي له بالشفاء والعافية، وهو الحمد لله طيب، وما لكن نعلم أن كان العلة في الكبد وأنه مريض. ففجأة وأنا كنت واقف خلف الدكتور بدون ما ينتبه، وكان يسألها أحد أقاربي، والحقيقة يعني كان هذاك اليوم هو كان يوم مفرق في حياتي، صحيح أنه كان اتسم بالحزن الشديد، ولكن سبحان الله كان فيه بداية تحمل المسؤولية في الحياة. عندما سأله هل يعني في ذهابي المستشفى آخر لو خارج المملكة ممكن أنه إن شاء الله يتعافى، فكان رد الطبيب إن المشكلة اللي عنده صعب، وإن عاش سيعيش بالكثير شهرين بعد مشيئة الله عز وجل. وسمعت هذه الكلمات وكانت كالصاعقة على قلبي وعلى رأسي، ودخلت على الوالد رحمه الله وهو يتكلم، وأنا أتذكر كلام الطبيب، أروح للبيت أشوف الوالدة كيف ومتفائلة أنها حيطيب، وأنا أتذكر هذا الكلام. فالحقيقة كانت أوقات عصيبة جدا، وكنت يعني وقتها جمعت عدة مشاعر في وقت واحد، مشاعر الحزن، مشاعر المسؤولية، أيضا مشاعر الحيرة، ولكن كان دائما يهزمها أو يغلبها الثقة بالله عز وجل وبما لديه من كرم عظيم وعطاء جزيل. والحمد لله أكثر شيء نفعني في حياتي هذه الثقة العظيمة للمولى عز وجل، ولم يكن ثقتي بأحد أبد قدر ثقتي بالله عز وجل وتوكلي عليه في تجارتي في كل أموري، والله ما وجدت من هذه الثقة إلا كل خير.